ظبطت ظبطت يا اولاد. عزيزتي ميسون وحشتيني، وطمنك علينا رغم كل شيء احنا كويسين. دلوقتي اقدر اقولك بالفم المليان ان الغرسة اللي زرعناها سوا كبرت وزهرت. امبراطورية ميم في احسن حال، الازمة خلتها اقوى، طلعت احسن ما فيها، خلتنا كلنا نقف مع بعض صف واحد، عيلة واحدة قصاد أي حد. إن شاء الله يكون هو مين، إن شاء الله يكون العفريت. اليوم كان هادي وجميل، عدى كأنه حلم زي الأحلام اللي بشوفك فيها. وحشتيني أوي أوي. مروان بقى مركز أكتر في دراسته، بقيت أعتمد عليه في الشغل وفي حاجات كتير. كل ما الأيام بتعدي بفتخر بيه أكتر. يا ريتك كنت معانا تشوفيه دلوقتي عامل إزاي. إزيك يا حبيبي، عاملة إيه؟ ما تيجي أنا وأنتي نخرج مع بعض نشرب هوت شوكلت الساعة 9. أنا مهندس بترول. الولاد بيكبروا يا ميسون، بربيهم وبيربوني كمان. مصطفى لسه شيء، مازن عاقل زي ما هو. البنات كمان بخير، حنية الدنيا فيهم. مايا بقت أهدى بكتير، ومنا لسه شعنونة ومطلعة عيني. منى جد بقى زيادة عن اللزوم، بس هتبقى محامية كبيرة. كل واحد فيهم عنده حاجة خاصة بيه، كلهم غير بعض لكن بيكملوا بعض. نسيت أقولك، النهاردة كمان كانت الخطوبة الرسمية بين مديحة ومحمود أخوكي. طنط سناء كانت في قمة سعادتها. زغرات يا نعم، مش عشان الخطوبة، عشان ماما سناء وافقت. بقول لك انا عمري ما كرهتك، لازم تبقى فاهم دي كويس، بس فراق ميسون كان صعب عليا جدا. ميسون عمرها ما فارقت، ميسون في قلبي وهتفضل في قلبي طول عمري. لما سندة عزوة جامدة. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.